بخير والله الحمد لله، انت شلونك؟ اخباركم ان شاء الله طيبين وبخير. ما تاثر علينا اي شيء، ومع الحصار نفس الشيء، واطلع واروح واجي واكلم اصدقائي ولا يعني ما في رده فعل ان في مضايقات حصار وحصار، بالعكس والحكومه يعني لا تضغط علينا دوله قطر، لا قالت لي تروح بلادك او نفنشك، بالعكس. احنا دائما كقضاء ننأى بنفسنا عن اي خلاف سياسي، وما ما ما نحاول ان نخلط بين السياسة والقضاء. هذا طبعا مبدأ راسخ، مبدأ دستوري. امر متروك لهم حسب ظروفهم كلهم في بلده. طبعا في أشخاص كأفراد للشركات نفسهم أو للمستثمرين يمكن حسب التعليمات اللي أتت لهم أنهم خرجوا من البلد، لكن بالنسبة للشركات إلى حد الآن قائمة. دائما كل ما يزداد أو يحصل اختراق، المؤسسات عادة تراجع خطط أمن المعلومات، تزيد من ثقافة المستخدم بالنسبة لأمن المعلومات، تضع أنظمة جديدة أو تحدث الأنظمة الموجودة كي تتصدى لمثل هذه الهجمات. فبالتأكيد في زيادة في قطر بشكل عام بالوعي بأمن المعلومات بالنسبة للشركات والأفراد كذلك. Bigger picture is, it comes from the Ministry of Interior. تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومصرف قطر المركزي بتحديد الإطار القانوني والرقابي العام الذي يراقب ويحمي المصالح الوطنية بفاعلية. لقد وضعنا نظاما رقابيا صارما للإجراءات الأمنية، وقمنا بتدريب مكثف لموظفي أمن المعلومات. المسلحين ومن يرغب من المدنيين سيتوجهون إلى إدلب بشكل منظم وبإشراف الدولة اللبنانية، والأمور اللوجستية سيقوم بها الصليب الأحمر اللبناني. المعركة بالنسبة للبنان هي معركة استعادة سيادته، بينما المعركة بالنسبة لأي طرف إقليمي ومن ضمنها حزب الله الذي ينفذ الأجندة الإيرانية طبعا لها استهدافات أخرى ولها أفاق أخرى، ولا يمكن فصلها عن ما يجري في الداخل السوري والتسوية بشكل عام.
لم يتلقى أي دعم من أي منظمات أو أي حكومات. هؤلاء الأطفال في منهم من الجالية المصرية لم يتم تواصلنا مع الحكومة المصرية، لم يتم الرد أو يتم التعاون معنا إذا كان من تونس أو من أي دولة تانية. إحدى العمليات الإنقاذ كانت السيارة بانتظار الإشارة لأجل إنقاذ مرأة وطفلها، وإذ به أحد أفراد تنظيم داعش يخرج بسترة ناسفة ثقيلة الوزن ويفجر نفسه في السيارة، مما أدى إلى بتر رجل سائقها وهو أسامة فتحي. سلام على كل شيء. اللي سيطر على المكان هذا خلاص ممكن التربة تروح. يعني الحرب قريب من القلعة، ونحن خايفين من الحوثي إذا يطبوا داخل القلعة، عرفت؟ إذا طبوا ذات الله إحنا مستعدين داخله. اليمني القديم بصديقه عبر التلفاز. قلعة المقاطرة كنز تاريخي، فيها آثار لم تكشف حتى الآن، وفيها أسرار تحتاج إلى بحث. ومعروف تاريخيا أنها منطقة لها تاريخ كبير، ارتبطت بنضال أبناء المقاطرة نفسها. طبعا من ابناء مديريه المقاطره. بعد طلي لوح الخشب بخليط من الزيوت والصمغ يتم مسحه بمادة الورنيش كي تلتصق رقائق الذهب، ومن ثم أبدأ عملية التصفيح. تدعى هذه الأيقونة رمز الإيمان، رسمها سيستغرق نحو عام، إنه عمل شاق ومرهق. نقوم بطليها بالورنيش من 3 إلى 7 طبقات، وإلا ستتآكل ألوانها مع الزمن ويتشقق خشبها، وفي الختام نجففها.